يعني ازيكم عاملين ايه؟ بدأت اندمج واسأل نفسي بعد ما اخلص مثلا تسجيل جزء من الحكاية، والواحد يا انا محمود محمد سعد بدر من موليد المسكي باب الخلق، اللي ما يعرفنيش ودي برضه فكرة كويسة، بحكي بعض من ايامي. فالواحد لما يجي يحكي حكايات مر بيها لما يكون كبر، هل يحكي الحاجات اللي بتطرده طول الوقت ولا يحكي الوقائع؟ يعني اللي حصل كذا وحصل كذا وانا عملت كذا وانا عملت كذا، انا بحس ان عملت كذا ورحت كذا وجيت كذا، من غير ما يبقى ليه تأثير في حياة الواحد. يعني بتبقى حكايات صحيح مفيدة للغير ومفيدة للنفس قبل الغير. وكتابة المذكرات، انا بحس الناس دايما كل واحد يقدر يكتب اكتب، ولذلك ساعات بحس ان انا عايز اكتبها، لان انا برضو بحب الكتابة مش بحبهاش، يعني بحب فكرة ان الواحد يكتب، لانه انت لما بتكتب بتدي لنفسك مساحة، مش انك تبقى ناصح ولا تبقى بتاع، بس تبقى تدي مساحتك مساحة الخيال، يعني مساحة تبقى فيها خيال شوية. فيا ترى انا احكي حصل كذا وحصل كذا، طب انا دلوقتي في سني ده ايه اللي بيطاردني من مذكرات حياتي؟ حاجات كتير بتطاردني، حاجات بزقها وحاجات بغرق فيها وحاول اطلع منها وحاول اتخطاها وحاول اشوف لها مبررات و و و و لكن هنحاول نعمل دوت، يعني هحاول اعمله مع حضراتكم واحنا ماشيين كده. يعني مرة هحكي الحاجات اللي بتطاردني، ومرة احكي اللي حصل. يعني مثلا انا كبني ادم اخس كتير قوي لو ما كنتش عرفت ناس معينين، وما كنتش اندمجت في عالم السينما لمدة سنين، يعني سنين مش قليلة. ده طبعا بدافع من أستاذ رؤوف توفيق، كلمتكم عنه قبل كده، الله يقدس روحه، كان شخصية جميلة جدا ومعلم يعني بس بطريقة. ازاي انا دايما اسأل ازاي الواد اللي كان ماشي بينط في سور المحكمة في شارع الاستئناف، سور المحكمة ده بتاعت حديد قد كده، خش جوه كده وصحابه يلعبوا كورة، انا بلعبش كورة خالص، ما عرفش العب كورة، ما عرفش، انما اقف احكم وبعدين يروحوا متجاهلين التحكيم بتاعي، انا برضه ما بعرفش ما بفهمش يعني انا افهم في قواعد الكوره لكن ما اعرفش. هتقول لي ليه ما لعبتش كوره؟ اقول لك ما هش عارف، كانوا اصحابي بيلعبوا كلهم ويروحوا يلعبوا ماتشات باب الخلق، يروحوا يعني مثلا يعملوا دوري مع عابدين والسيدة زينب وبتاع، يروحوا يلعبوا في ارض السيدة زينب او عابدين ويعملوا ويرجعوا تعبانين وبتاع، ما كنتش بروح معاهم كتير، انما كانوا هما غاويين، انا كنت احس ما لعبتش كره، يعني ما لعبتهاش. ازاي الواد المفعوص ده قدر يتواجد في وسط نجوم مصر؟ فاكتشفت ان هما برضو معظمهم كانوا مفعيص زي، يعني هما كلهم جايين منين؟ هتلاقي معظم النجوم او عدد لا باس به من النجوم اولاد الشارع المصري، اللي في مولود في طنطا، واللي مولود في سوهاج، واللي مولود في المنيا، واللي مولود في بورسعيد، واللي مولود، وكلهم يعني كان عنده قميص وقميصين، وجي مصر بالعافية وراح قاعد في شقة مفروشة مع اتنين صحابه وما كانوش لاقيين ياكلوا، بتاع عدد كبير، عدد كبير. انا ما كنتش كده، انا عمري مثلا ما عشت لوحدي في شقة، طول عمري عندنا بيتنا، وما سافرتش بره خالص اشتغل غير مرة واحدة ثلاثة اشهر، وزادوا شهر كده عشان تمسكوا بيا فقعدت كمان شهر، دي المرة الوحيدة اللي سبت مرة مصر عشان اشتغل برا، ودي حكاية هنبقى نحكيها. فازاي بقى انا اتعرفت على احمد زكي؟ ازاي قدرت ابقى صاحب صراحة ابو سيف، رأفت الميه طبعا، محمد خان، خيري بشارة، داود عبد السيد، شريف عرفة، كل الاسماء دي. انا ما افتكرش اللقاء غير عادل امام بس، لان ده كنت حطيته على جنب، ومحمود ياسين لانه هو اللي طلبني يعني، انما كانت الصحافه زمان المجلات ليها تاثير كبير، فكانت مجله صباح الخير دي لما تكتب فيها حاجه بيقراها معظم الفنانين، فلقيت نفسي بقيت معروف لما اكلم حد اقول له انا فلان، يقول لي ايوه انا عارف اقرا لك شفت بتاع كده، انا عايز اقابلك. كانت الدنيا عباره عن ايه بقى وقتها؟ صحفي بيشتغل في مجله،
فتقوم مثلا يحصل حاجة، يعني سيبك بقى من الحملات اللي بعملها كل سنة دي، انتخابات ممثلين، فيلم جديد، مش عارف ايه، مين اللي حط في دماغي الفكرة دي اللي انا حولها لكل وقت؟ انه انا لقيت نفسي لوحدي كده بنزل اشتغل اسبوعين ثلاثة، الف على كل الاستوديوهات والبتاع، وقابل واعمل حاجات، واقعد اعمل شرايط، واقعد في البيت اسبوع اكتب ده كله. اظن اللي خلاني اعمل الحكاية دي هو عملي في الصحافة العربية. مرتبي في صباح الخير ما كانش يكفي ابدا، فسمحين لنا نشتغل نكتب في مجلات عربية، مفيش كانش في اي مشكلة. بعد كده في فترات بيحصل فيها مشاكل هيبقى يجي لها، لكن ما كانش في مشكلة خالص ان احنا نكتب في مجلة، في جورنال، في بتاع. فلما بدأت اتعرف وبدأت، وقلت لكم انا الحكاية دي لما طلبني عمرو عبد السميع واشتغلت في الشرق الاوسط وحاجات زي كده، فحسيت ان الواحد عشان يقدر يتكلم عن الفن وصناعة السينما والحاجات دي لابد يكون عايش جوه الصناعة عشان يشوف ايه اللي بيحصل. في نقاط كتير ما حضروش تصوير افلام كتير يعني في عصرهم، لان هو عايز بس يشوف الفيلم، ده طريقة في النقد مفيش مانع. انما لو قدرت تقرب من حياة الفنان وتشوفه على طبيعته، تشوفه بيتصرف ازاي، تشوفه. ولذلك انا من الناس اللي بيأكد طول الوقت ان الفنان حياته معاناة ما بتخلص، بيتعبوا تعب رهيب. ولذلك لما عرضوا عليا التمثيل الفترة الاخيرة دي قلت لهم ده صعب جدا، هو يعني حتى للأسف بعض الفنانين متصورين الفلان تعمل على ان تمثيل ده حاجة سهلة، تمثيل ده حاجة صعبة جدا، انك انت تبقى واحد تاني في الربع ساعة دي وبعدين ترجع انت تاني، وبعدين بعد ساعتين يندولك تعا كمل الشوط اللي انت عملته، او اليوم اللي عملته من اسبوعين تعا كمله، حاجة مش سهلة خالص، عايزة موهبة خاصة. ولذلك الفروق بين الممثلين شاسعة، يعني الفروق بين الممثل والممثل شاسعة. يمكن انت ما تاخدش بالك قوي، ما بتدققش قوي، لكن بتلاقي تلاحظ انه ده بقى نجم وده ما بقاش، مش لان حاجة تانية خالص غير انه دوت عنده نرف وعنده موهبة خاصة جدا. انا ما اعرفش ازاي عرفت احمد زكي، بس فاكر انه علاقتنا توطدت قوي في الحب في قربة الهرم، كنا بنتقابل بقى وقتها كل يوم، كنت بروح له كان بيصور في حاجة عن سينما ريفولي كده، كافيتيريا اظن ارضي كده وليها دور كده فوق صغيرة قوي، كان اسمها سمر باينة وحاجة زي كده، قدام سينما ريفولي على طول، وكانوا بيصوروا فيها. وكنت تعرفت على عاطف، انا تعرفت طبعا على عاطف الطيب من ايام سواق الاتوبيس، ما حضرتش تصوير سواق الاتوبيس انا، بس شفناه، جات لنا كلنا صدمة. كنا في مهرجان اسكندرية وكان فاضل فيلم في الاخر بيتعرض كده، فيلم عادي يعني، كان عاطف عمل فيلم قبلها، ولذلك ناس كتير قوي فاكرة ان سواق الاتوبيس هو اول فيلم، لا عاطف عمل حاجة اسمها الغيرة القاتلة، كان نور ويحيى الفخراني. فما كان بس ما كانش لسه تعرض، ما كانش لسه نزل السوق. وبعدين الفيلم المخرج جديد تمام، فكان سواق اتوبيس حصل صدمة في المهرجان كله. ايه ده؟ في ايه ده؟ مين ده؟ ايه الحكاية؟ طبعا كانوا عارفين ومخرجين كتير، بس انا ما كنتش وقعت فيه كمساعد مخرج، وقعت فيه على طول كده. فتعرفنا ببعض وحصل بيننا كده يعني نوع من انواع التلاقي، فبقينا اصدقاء جدا انا عاطف الطيب. فبقى لما يعمل حاجة انا موجود فيها بقى على طول، انا بحضر على طول، بحضر بدون هدف، يعني ممكن يبقى في خبر في الحكاية ممكن، بس بحضر اشوف. ولذلك عاطف الطيب ده كان في حاجة غريبة جدا، ولذلك هو مات مبكرا يعني، ولو ان الموت يعني يا عمار كل واحد ليه عمره، انما كان بيقول اكشن عشان خاطر هو بيصور في ميدان التحرير، فعايز يسمع الناس اللي في شبرا، كأن الممثلين موجودين في شبرا، يقولها بطريقة اكشن تحس انه، وبعدين ستوب لما يخلص تصوير. وكان نرفه عصبي جدا، كان نرفه عصبي جدا، لكن كان مؤدب جدا مع الممثلين، يعني ما بتعصبش على الممثلين، بتعصب في الشغل. عاطف الطيب الكلام عنه ممكن يبقى كتير، فده خلينا نتكلم عن المخرجين. بس انا بقول لك وانا بحكي كده ازاي اتعرفت على الناس. فافتكر ان انا كنت اعرف عاطف، فروحت احضر
هضبة الهرم، فعرفت احمد زكي. لا انا كنت اعرفه قبلها يعني، ممكن كنت عملت محورين ثلاثه نعرف بعض يعني، وكنت اعرف اثار طبعا، اثار اعرفها من اول ما ظهرت، اثار الحكيم، ما هي بطله فيلم الحب في ارض الهرم مع احمد زكي. فتدعمت علاقتنا. في حاجه كده بتحصل ما ينفعش انا اقولها خالص يعني، ما ينفعش انا اقولها، بس هم قالوها لي بعضهم يعني، انه بيحصل انه ما بتروح تقابل مثلا فنان لاول مره تعمل حوار وبعدين يتنشر الحوار. طبعا احنا ما كانش عندنا حاجه اسمها تعمل حوار وما تنشرش، لان احنا كنا يعني كل الحاجات بتتعمل باستئذان وبطلب وبكده وبتاع، فكنا ان ما نعمل حوار لازم يتنشر في المجال فيتنشر، فالفنان بيفرح، مش زي دلوقتي بقى كده الدنيا بقت لخبطه خالص. انا كنت بحكي لكم الصحفي يكلم الفنان ياخد معاد يروح يقعد معاه يعمل حوار ينشر حوار في مجلته وتبدا العلاقه. طبعا بتفرق بقى اذا الصحفي كان امين، لانه انت قاعد مع نجم او ممثل يعني، مش ضروري يبقى نجم يعني. وبعدين كلمته مراته، مفيش بقى موبايل ولا حاجه، تليفون الاستوديو، واتخانقوا، ايه رايك تعمل انت كصحفي بقى؟ هم بياخدوا بالهم من الحكايه دي الفنانين. او مثلا دخل المخرج وانت قاعد بتعمل حوار او قاعد اثناء التصوير، فدخل المخرج قال له لا يا استاذ الشوت ده ما عجبنيش لازم نعيده، ولو ان فيش مخرجين بيعملوا كده لا قليل يعني، لازم يعملوا، يقول بينه وبين الفنان. انما حضرت التصوير قال لا مش حلو يا استاذ هنعيده. هتعمل ايه انت كصحفي؟ هتقول ان الممثل ده عاد الشوت 17 مره عشان بيش حافظ الكلام؟ كان في ممثلين كتير ما عرفش يحفظه خالص، فيا اما يقول المعنى يا اما المخرج يستسلم في الاخر، يا اما يقعد بقى يعمل الشوت 20-30 مره لغايه ما يجيب الكلام المظبوط بتاع الفنان بتاع الدور. فدي كانت مسائل مفرقة. زائد انك انت كتبت الحوار بشكل كويس ولا كتبته اي حاجه ولا ايه، دي كانت بتاثر. ولذلك انا الحمد لله كانت الحاجات بتمشي كويس، لان الحوار بتاعي بيعدي من تحت المقصله من تحت رؤوف توفيق، فلا بد يكون حوار كويس يعني، ممكن يكون مش دسم قوي بس ممكن يكون كويس يعني صالح للنشر، لانه هو ما بيعرفش ينشر حاجه مش صالحه للنشر، ما عندوش تفاهم في الحكايه دي. والحمد لله ما رجع ليش حاجه يعني، رجع ممكن تصليح وكده، لكن ما فيش حوار قال لي لا ده مش عايزينه، ولا ما حصلتش خالص نهائيا يعني. فدي كانت بتعمل بيني وبين الفنانين نوع من التلاقي. اولا انا كنت بفصل فصله يعني، لغايه دلوقتي بسال نفسي طب انا ليه بس ما كتبتش الخبر ده مثلا، ليه ما كتبت فيها ايه، ما فيهاش حاجه على فكره يعني، ما مش سر. انما انا كنت دايما وحتى هذه اللحظه افصل فصل تام ما بين علاقتي الشخصيه وما بين كوني صحفي بعمل حوار مع فنان، سواء كان الحوار ده مكتوبا او ما يعني مرئيا، سواء انت هتشوفوه في التلفزيون او في اي حاجه، بعمل فصل تام في الحكايه. ودي ما فيش شك فادتني جدا، انه الناس احترمت ده يعني، احترمت ده في فلان وفلان وفلان وفلان، يقول لك دول اصلهم كانهم مش قاعدين، فالفنان ياخد راحته على الاخر في حياته الشخصيه، كانهم مش انا ومجموعه، بس مش عايز انسى اسماء، مش عايز اقول، في ناس كتير جدا صحفيين زمايلنا مقدرين جدا في الحكايه دي. وطبعا دي حكايه عملت لي مشاكل كتير بعد شويه، لما بقيت بقى كاتب بكتب يعني الاراء وكده، بدات اشوف ناس بتكتب كلام على فنانين ماتوا يعني، كلام وما الناس كمان ماتوا، الكتاب كمان ماتوا، فما ينفعش اتكلم خالص، لانه لو هم احياء كنت اتكلمت وهم يردوا، انما الكتاب ماتوا والفنانين اللي كتب عنهم ماتوا، لكن كتابات غير مقبولة يعني. يعني واحد يقول لك الفنان ده كان في الوضع الفلاني في كذا، طب انت عرفت منين الكلام دوت؟ لان اللي بيحكيه مهين للفنان مش حلو، طب الفنان مش هيحكيه قطعا، واللي مع الفنان مش هتحكي او مش مش هتحكي، طب ايه جبتوا منين الكلام ده؟ فدي مسألة بتبقى فيها حساسية شوية، في خلط عندنا احيانا ما بين حياة الفنان الشخصية وحياته العامة. أنا الفنان من حقه في حياته الشخصية يعمل له يعني إيش حياته زي أي بني آدم، لكن كان في خلاف بيني وبين بعض الفنانين على أن حياتك الشخصية بتنتهي لما تخرج من باب البيت، مفيش حياة شخصية بقى، لما تقعد في مكان عام أنت فنان
معروف، فلازم تاخد بالك. ودي عملت مشاكل بين بعض الفنانين، مش مشاكل مشاكل يعني، بس كنت ازعق معاهم ونتخانق على التصرف ده، ما ينفعش قدام الناس وحاجات زي كده. فلقيت نفسي كده بعرف محمود عبد العزيز، ومحرف بعرف احمد زكي، وبعرف محمود ياسين، وبعرف نور الشريف، وبقى النجوم نجوم وقتها، ورأفت وخيري وده. وبعدين طبعا شريف عرفه لما طلع ب الاولاني كان الاقزام قادمون. الفيلم محققش نجاح، لكن اول ما شفت الفيلم في مخرج بيعمل حاجه غريبه، يعني مخرج غريب بيعمل سينما غريبه. بعدين عمل سمع حص، وبعدين الدرجه الثالثه، معرفش مين فيهم قبل مين، يعني مش فاكر قوي مين فيهم قبل مين، لكن عمل الثلاث افلام دول شريف، وكنت معجب بيه جدا جدا جدا. وطبعا اللي بيحصل بقى دي فيه ميزه، انا عنكم بقى ما نزعلش من بعض، يعني انا شفت ممثل عجبني في دور، اما اكلم في التليفون اروح اقابله واعرف عمل الدور ازاي وعمل ايه اللي حصل وايه الحكايه وكده، ونبقى اصحاب او ما نبقاش او نبقى معارف يعني. فلما بشوف شفت شريف عرفه طبعا رحت مكلمه، وهو ومين بقى؟ عمر عواد. ده شخص يعني موهوب جدا، بس ما اعرفش ليه هو مختفي، ليه ما بيظهرش، ليه انا مش عارف اوصل له، يعني انا ما عنديش تليفون ماهر، مش عارف، ما اعرفش الكلام عنه يجوز ولا ما يجوزش، يعني الكلام حتى عن حياته الشخصيه، لان هو كان يعني هو كان متزوج سعاد حسني لحظه ما ماتت، كان جوزها. وانا حصل مشهد انا احب احكيه، يعني هو جه في السيره كده، انه انا ما كنتش اعرف سعاد، يعني ما اعرفهاش قوي. وبعدين برضو دي غلطه من اخطائي الغريبه، الاخطاء الغبيه، ان انا ما اعرفش سعاد. طب انا اعرف احمد زكي واعرف يحيى العالمي، هما بيعملوا انا وهو وهي خبر ابيض، موجودين في التلفزيون طول النهار، اروح اقعد مع عم يحيى ولا اروح اقعد مع احمد زكي؟ وكان في كمان ممثلين كتير اعرفهم، ما روحتش. طيب بلاش دي. طيب الراعي والنساء، علي بدر خان المخرج، يعني مع معرفه بينا، ما اقدرش اقول صاحبي، ده شرف كبير يعني، بس يعني بعرفه قويه جدا بيني وبينه. احمد زكي البطل، يسرى البطله مع سعاد، اعرفهم كلهم، دول صحابي جدا. واحمد زكي يا عم تعالى اقعد معانا يومين في الفيوم، ده انت هتتبسط قوي ومش عارف ايه، ما روحتش ولا مره. ساعات الواحد كده ما يبقاش يعني يخز، يعني ضاعت مني كل الفرص اللي ممكن اعرف فيها سعاد معرفه قويه، لان انا لما اروح اقعد مع احمد وهقعد مع علي بدر خان، فهي هتقدرني حتى لو ما تعرفنيش، ما تعرفش المجله ما تعرفنيش، هتقدرني لان انا قاعد مع الناس دول بيحبوني بيحترموني وحاجات زي كده. ما اعرفش، راحت مني سعاد حسني، شفتها مرات، لكن قعدت معاها مره خمس دقايق كده على الماشي يعني. لما ماتت سعاد حسني كنت وقتها بشتغل معد مع الاستاذ عماد اديب، وكلمت زيزي مصطفى عرفها طبعا كويس، وجات اتكلمت على سعاد في البرنامج، والقصه بقى بتاعت سعاد، وهل سعاد انتحرت، هل سعاد اترمت من الشباك، يعني ما اعرفش، يعني في كلام كتير جدا عن ان سعاد ما تنتحرش، وكل المقربين منها قالوا ان سعاد ما تعملش كده خالص. واللي حصل كذا مره، الحكايه دي حصلت مرتين في لندن، الناس اترموا الشبابيك. فما فيش يعني حد يستبعد ان ممكن تكون سعاد رموها من الشباك، لانها كانت هتكتب مذكراتها، ومعروف ايه علاقه سعاد حسني بالاجهزه والكلام كتير. انما هل انا ماسك حاجه، يعني هل انا اعرف حاجه حقيقيه؟ لا ما اعرفش، ما عنديش فكره خالص. لكن كنا قاعدين في عمر مكرم في العزاء، عمر مكرم بتطلع سلم كده وتلاقي فيها الجنب ده وجنب ده كراسي بتبقى بتاعت اهل المتوفى، دلوقتي موسعه وعملوا حاجات تحت بينزلوا تحت وبتاع، بس دي مش كانتش موجوده. المهم ان الناس بتقبل العزا كده، وكان الناس بقى اللي واقفين لسعاد كتير، يعني قرايبها وفنانين وكده بياخدوا العزا. ما اعرفش انا الناحيه الثانيه كده، قعدت انا وكمال الطويل الله يرحمه، كنا نعرف بعض معرفه كويسه قوي، وقاعدين بنتكلم وبتاع وحاجات زي كده مش عارف. بقى لقيت واحد
يعني حد طرف الجامع كده بره في الشارع بيندهلي، فبصيت لقيته وحش، رحت نازل له جري، راح ماشي بقى سحب رجع من يعني رجع بره عشان باش باين خالص، خدته بالحضن وبتاع ماهر وبات حياتك وعلى حاجات بالبقاء لله والكلام دوت. لما ما تيجي قال بتيجي تقف دي مراتك، قال لا لا انا ما بحبش اظهر، ما بحبش اظهر خالص، يعني احنا علاقتنا ببعض جميله جدا من ساعه ما شفته وعرفته، احنا علاقتنا ببعض جميله جدا، لكن يمكن عملت معاه حديث مره بالتيله كده، انما لا يظهر في التلفزيون ولا يتكلم، رغم انه فنان من طراز خاص، يعني فنان ده اتخلق ماهر عواد عشان يعمل سينما، يعمل سينما، السينما اللي هي تبهرك، اللي هو يستطيع في كل فيلم يعمله ان يعمل لك حالة ابهار مع المجنون شريف عرفة، يعمله حاجة جميلة جدا. الافلام ما نجحتش، كنت سمع وصف كان شوية، انما ما نجحتش لانه الناس مش واخدة على المستوى ده ومن الجمال في السينما. يعني ليلى وممدوح الله يرحمه عاملين حاجة حلوة جدا في سامع حسن، قوي قوي قوي، مجموعة الممثلين اللي معاهم وشريف عرفة حمد شوقي ومار، انا معرفش ايه الفنان ده حكايته، يعني معرفش ماهر عواد. وانا حكيت لكم قبل كده في وجود وحيد حامد عشان محدش يقول ان انا بألف، يعني شريف عرفة موجود، ان هو اللي عمل الاسم الارهاب والكباب اذا كانوا فاكرين، لان هم بينسوا وبيحكوا حكايات تانية. لكن انا متأكد من المعلومة دي 100%، انه كان شريف عرفة في المونتاج وماهر عواد ماشي في الكرادور كده وسمع المزيكا، وشاف شريف، قال شريف قال له تعالى احنا بنعمل المونتاج للحتة بتاعت الارهاب، الاغنية يعني، هي مش اغنية قوي بس الارهاب اللي نخلي عيشتكو هباب، فقال له ايه ده، قال له ده فيلم كذا كده، ها الكباب الكباب ينخلي عيشتكو هباب، فقال له ده فيلم كذا كذا، كنا مش عارفين نسمي الفيلم، كان اسمه لا تراجع ولا استسلام، اللي كتبه وحيد الله يرحمه الجميع، اللي كتبه وحيد لا تراجع ولا استسلام، ودول الثلاث مقالات اللي اشتراهم عصام امام قدامي، بس ما عرفتش الرقم. اللي اشتراهم قدامي قال له دول فيلم انا هاخده، هات المقالات دي هنشرها في رجل السلام، مش تنشرها بلا تراجع ولا استسلام. وبعدين فقال الاسم وحيد رفضه في الاول، وبعدين لما لقى الناس كلها حابه الاسم، فماهر عواد قال له يا شريف طب ما تسموه لي ارهاب وكباب، لانه كان بيسمع الاغاني وسموه لي ارهاب وكباب، وشريف كلمني وحصل المبتاع، وبعدين وحيد في الاخر. لكن ممكن تسمع 15 حكايه حول الحكايه دي، لكن دي انا حكايه فاكرها ليه بقى، لانه دخلوني فيها كطرف ان انا اقنع وحيد، وانت عارف ايش تقنع وحيد ده، كانك بتقنع جبل المقطم ان هو جبل بلوزه، يعني شوف صخر وحيد ده كان صعب جدا، لكن صديق عزيز يعني، لكن هو كان مش سهل، فكان انا بعرف اخده بالراحه، يعني طيب بلاش يا وحيد مش سيبك مش مشكله، وبعدين نغيب يوم ولا اتنين وقدر نزر جمع فنجان، طب ما سيدي ما كويسه دي تمشي دي كده بتبص ليه في الاخر يلين، في الاخر كان بيلين، فكنت انا طرف في الحكايه، فطبعا ما ينفعش خالص تحكي حكايه تانية ان تسمت بكذا وتسمت بكذا، وبعض الفنانين بيقولوا حكايات كتير، حكايات كتير انا بسمعها وخلاص ماليش دعوه، لكن بس دي يعني عايز اقول لكم انه انا عرفت الفنانين، ما اقدرش اقول لك ان انا يعني عرفت دلوقتي ان انا اعرف اعمل زي كويس، او عرفت دلوقتي ان انا اعرف، لا دي حاجه جت مع مرور الوقت بالتداعيات كده، احداث احداث احداث، نقرب من بعض، يبتدي الفنان يطلبني، يبتدي اطلبه، يبتدي اكلمه، ابتدي تعمل حاجه لطيفه للفنانين، انه افرض ان انت شفت الفنان اغنيه نزلت دلوقتي، مغني انا عامل فيديو كليب، او ممثل عامل حلقه مسلسل اول حلقه، تقول له مبروك وكده، افرض مش عاجبك قوي، قول له مبروك، شجعه، وبعدين لما نبقى نقعد بقى لما نتكلم. ولذلك انا ممكن اشوف حاجه مش عاجباني قوي بس لسه نازله جديد، اروح مكلم صاحبه اقول له جميل جدا تحفه مش عارف ايه وبتاع حاجات زي كده، وبعدين يفهموني بعد شويه. بعدين لما نبقى نقعد بقى يعني زي ما يكون واحد داخل لابس بدله جديده وفرحان بيها قوي، فتقول له ايه اللون ده؟ خلاص عرقت الراجل، ضيعت الراجل والبدله والبتاع.
قول له الله، تلاقيه فرحان بيه الله جميله جدا. وبعد شويه تقول له اصل اللون يعني مش قد كده يعني بالراحه شويه، انا كنت بعمل كده، بعرف اعمل ده كويس يعني. ولذلك الحمد لله لما كنت اكتب على حاجات ما تعجبنيش في افلام احمد زكي اكتب ما يعملش حاجه، بالعكس يقول لي كويس وبتاع وهكذا. فازاي عرفت الفنانين؟ ما اعرفش ازاي قدرت احافظ على علاقتي بيهم. يعني انا افتكر انه في فنانين علاقتي بيهم كانت سيئه جدا، يعني مش عارف لو نقول اسماء ولا ايه. يعني يمكن اكتر واحده كانت علاقتي بيها سيئه هي السيده نادية الجندي، لان كنت بطلع في برامج كانت بتعملها صفاء أبو السعود، وكنت بطلع اقول ان نادية الجندي يعني مع كل التقدير هي بتمثل، وبعدين لازم في الفيلم تضرب وتتضرب وتقهر الرجال وتصرخ الرجال ومش عارف ايه بتاع. ودي حاجه بتخليني، ما انا بقول لكم بقى تداعيات وانا بحكي لكم، انه النهارده الناس بتبقى هنقول لك حققنا 13 مليون، لا 200 مليون، لا اكتر ايراد. مين قال ان الايراد هو صانع السينما الحلوه، صانع السينما المهمه؟ اذا كان على كده يبقى لازم تدوا اغلى جائزه أوسكار، اعظم اهم ست عملت ايرادات في السينما المصريه هي نادية الجندي. طبعا ده حديث عصري ملوش دعوه بمذكرات، لكن نادية الجندي كانت بتقف قصاد عادل امام، هما الاثنين. مفيش ست حصلت نادية الجندي ابدا في تاريخ السينما المعاصره اللي احنا عشناها، يعني اللي احنا عشناها. يمكن زمان كان ليلى مراد بتحقق ايرادات ضخمه جدا، وكان لذلك اجرها 12,000 جنيه، وده كان اجر رقم ما حدش بياخده خالص. انما كسينما بقى وسوق شفناه احنا، نادية الجندي افلامها. طب لما جينا نختار بقى احسن 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه، فين بقى افلام نادية الجندي؟ فاذا لما حد يخدعك يقول لك الفيلم ده اعلى ايرادات في تاريخ السينما، سيبك من الكلام ده كله، ده كله كلام زائل. يعني مش هو ده اللي، يعني انت لما تشوف الفيلم تتاثر بيه، تحسه، ترتاح معاه، تغضب معاه، تفرح معاه، اي حاجه من دي احاسيسك، يبقى ده فيلم. انما بقى فيلم ضرب وشفاء اكشن مش عارف ايه بتاع، انت تسالي، دي تسالي كده على الماشي، بعد شويه هتنسى الفيلم كله ولا لي اي قيمه. ولذلك احنا دخلنا بقى كلام جد قوي قوي قوي. هنحكي انا نسيت احكي لكم على فريد شوقي وصلاح ابو سيف، دول لي معهم حكايات كتير، وعرفتهم عن قرب. وسعد الدين وهبه اللي كان مسؤول عن مهرجان القاهره، دي شخصيات اثرت فيا جدا وفادتني جدا جدا، لانهم كانوا شخصيات كلهم معلمين، يعني اساتذه كبار، قربوني منهم جدا. يعني كان سعد الدين وهبه ده بينا مكالمه تقريبا يعني مش طول السنه، يعني يمكن في خضم المهرجان وبتاع حاجات زي كده قبليه وبعده وكده نتكلم. دول بقى ايه، سعد وهبه الله يرحمه، صلاح ابو سيف الله يرحمه، محمد خان الله يرحمه، احمد، دول الذين يستيقظون مبكرا. دول كلهم بيصحوا الساعه 5-6، وانا كنت بصحى بدري، فتبدا مكالمتنا الساعه 7. يعني انا كنت قابل صلاح ابو سيف 7:30 الصبح في وسط البلد، هو كان ساكن في عماره كده قدام قصر عابدين، عماره طويله قوي كده، كان واخد شقتين، شقه مكتبه وشقه هو والسيده زينب زوجته. وكانت تجمعني بيها علاقه لطيفه جدا، سافرنا اليمن مع بعض. ومفيش شك ان انت لما بتقعد مع الشخصيات دي بتسمعها وبتقرب منها ويكلموك، هم كانوا بقى يحكوا لي بصراحه، يعني يحكوا لي افكار كتيره. يعني صراحه ابو سيف ده كلمني على الزوجه الثانيه، وكنت احب اسمع منه جدا حكاياته عن الزوجه الثانيه، وانه يعني كان يقول لي انه صلاح منصور عمل حاجات انا ما كنتش، يعني ما جاتش في بالي، يعني مش في بالي الحركات اللي عملها صلاح منصور في الفيلم، ما كانتش في بالي، ولا حركات اللي عملتها سناء جميل. يعني انا جبتهم لان هم راكبين جدا في الشخصيه، يعني راكبين جدا، انما ما كنتش متوقع. يعني انا كنت بشوف الحاجات ديت كانها حاجات يعني كاني واحد تاني، مش انا المخرج بتاع الفيلم ولا قايل عليها. ودي اعترافات خاصه، يعني دي دردشه، يعني دردشه بيني وبينهم. زي مثلا احمد في فيلم زوجة رجل مهم،
بيضرب ميرفت امين وبيخش ابوها ومش عارف ايه. انا كنت موجود، كانت التصوير ده في شقه في ده المساحه. فاحمد صرخ صرخه، محمد خان موجود ورا الكاميرا وانا قاعد جنبه وحسين القله جنبي كده، كلنا اندهشنا ايه ده. بعد ما خلص ايه الصرخه دي يا احمد، جبتها منين؟ صرخه واحد يعني مكتوب؟ قال ما اعرفش. فمحمد خان حب يعني يعمل حركات، قال طب ما بتيجي نعيد المشهد. طبعا لا، طبعا احمد قال له اوكي يلا يلا، احمد ما عندوش مانع. فطبعا هو بصلنا وضحك، قال لا دي حاجات ما تتعش. هم عندهم كان تحس انه احمد زكي ده ليه هو بالناس بتحبه قوي كده، لانه والله ما كان يعمل دور، يعني ما كان بيعمل دور جمال عبد الناصر كنت احس انه طول واتفرد كده. احمد كان جسمه قليل، تحس انه طول واتفرد لدرجة قلت فيه ايه. قال لي يا محمد فاضل عامل حاجة ذكية جدا، مخرجنا الكبير. ايه الحاجة الذكية اللي عامل محمد فاضل؟ ما قصر الحلق بتاع الباب، يعني الباب بدل ما يبقى طوله كده العادي ما قصره سنة صغيرة، بحيث لما يجي احمد داخل تحس ان دماغه هتخبط في حلق الباب، وانت تقديرك لحلق الباب انه عالي، فتحس ان هو كده. واحمد اي والله العظيم كان بيدخن ويرفع واحنا قاعدين، والله العظيم ازاي انا معرفش، ولا هو نفسه يعرف ازاي، يعني ولا احمد نفسه يعرف ازاي بيعمل الحكايه دي. وده شفته كمان في نور الشريف. نور الشريف كان معلم، يعني يخش البلاتوه عينه تجيب البلاتوه كله، احمد زكي يخش ملوش دعوه بحقره ولا بيشوف الكاميرا اصلا. يعني لو تقف هنا وتعمل كذا تعمل كذا، ويعمل يعمل احلى ما المخرج تصور. انما نور كان دارس كويس جدا، فيخش يبص يعد يعرف من 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 نظره كده، يقول اصل في ثلاث كاميرات في مش عارف ايه، عارف كل حاجه مظبوطه والاضاءه، ويقول لهم يوطي مؤدب جدا. يعني لو في حاجه في الاضاءه مش عاجباه يقوم ياخد مثلا مساعد المخرج يقول كذا، مساعد المخرج يقول له في كذا بس واسكت عشان يصلحه. دايما حاجه لطيفه كانت بتحصل في مع الفنانين. يعني مثلا افرض ان احمد حتى انا محمود عبد العزيز يعني لحد من عمل مشهد وحش، المخرج قاعد يتطرق والمصور قاعد يتطرق، بس هو مش الممثل مش في الكادر مش في الحاله كويس، فقبل ما يقول ستوب حاسب اوعى لمبه معلش هنعيد. مش هيقدر يقول له قدام الناس انت مش في المود، اللمبه معلش يا استاذ هنعيد المره جاي المره اللي بعدها معلش يا استاذ، حاجه بعيده عن الممثل. بيحس بيعرف الممثل بيعرف. يعني انا حكيت لكم الحكايه دي زمان بس انا ممكن احكيها، بس انا طولت بقى كفايه كده. انما حكايه برضو عن احمد زكي، كان يوم جمعه كانوا بيصوروا فيلم ضد الحكومه، فيلم عظيم، وكان في لبلبه وفي احمد طبعا وفي طبعا عبد العزيز مخيوم، بس المشهد ما كانش فيه عبد العزيز. مشهد في دار القضاء العالي، عشان كده بيصوروا يوم الجمعه، دار القضاء العالي اجازه يعني حاجزين القاعه بتاعه المحكمه، فدخلوا يعملوا الشوط، الشوط اللي هو بيخطب فيه احمد زكي ده، مسك ورقه وبيخطب فيه خطبه طويله، يعني شوطه حوالي 3 4 دقايق، ده حاجه طويله جدا في السينما، بس هم عاملين شوط واحد يعني وان شوت، يعني مع سعيد شيمي مصور جبار وراكب على الكرين وهياخد احمد زكي من جميع الجهات وهو بيقول الكلام. دخل احمد صور مش صور مش، فهيعملوا ايه؟ قاطف مش عارف يعمل ايه، فقال طب يا جماعه نريح شويه، يعني نريح شويه يعني نعمل بريك، وكلمني في تليفون. ما كانش فيه اظن موبايل ولا كان فيه؟ لا لا ما كانش فيه، لغايه عاطف ما مات ما كانش فيه موبايل، لان انا فاكر يوم عاطف ما مات انا رحت المستشفى بحكي لكم دي بعدين برضه. يا لهوي. المهم انزل حالا تعال لي، انا ساكن هنا في المنيره بيني وبين القضاء العالي 3 دقايق، في ايه يا عاطف؟ قال لي تعالى بسرعه انا عايزك.
نزلت ايه الحكايه؟ قال لي احمد تعبان جدا وبينزف دم من امبارح وحالته وحشه جدا، واحنا واخدين اليوم ده هيكلفنا يجي 5000 جنيه لما رحت بجيب بيهم علبتين سجاير وفي مجاميع والدنيا مقلوبه بضرب قضاء على الكاميرات وهيصه فمش حالته مش تعبان، هو مش قادر يعمل الشوت، مش هيقدر يعمله. فاخده وروح، يعني احنا لو مشي يبقى هنرتاح، مش عارفين نمشيه. هو قال لهم لا انا هعمل الشوت، انا هعمل الشوت. فدخلت قام بص في وشي كده فهم ان في حاجه، يعني انا مش متفق معاه ان انا جاي ولا حاجه. ايه اللي جابك؟ قلت له كنت قريب وعرفت انكم بتصرفوا طاقه على فجيت، يعني عادي مفيش حاجه. طيب تعبت ايه؟ جايبين سندوتشات فول وطعميه اكلنا وتعبت، شربنا شاي مش عارف ايه وبتاع. فقلت له بحنيك شايف انت تعبان، مفيش حاجه، ما تيجي نروح، ما تيجي نروح، تعال نروح نتغدى في اي حته انا وانت مش عارف ايه وبتاع، وسيبك من الحكايه ديت النهارده. قال لي ده يوم ده مكلفين جامد، المنتج متكلف جامد. قلت له ايه يعني؟ قال لا. فين بقى؟ ما قرد. قال لا. قلت له احمد انت تعبان؟ قال لا انا كويس. يلا قول للاستاذ ان انا جاهز. العاطف طيب وقمنا خرجنا واحنا بقى متدربكين، وانا فشلت في المهمه بتاعتي اللي انا جاي عشانها. قلنا يمكن لما يعمل المحاوله دي وتفشل اروح واخده بقول روح مشي. حكيت الحكايه دي زمان قبل كده. ودخل احمد قدام الكاميرا دي لدرجه ان عاطف اللي كان بيصرخ ويقول ستوب ده ما قالش ستوب. سعيد شيمي ما وقفش التصوير، اذا كانوا فاكر، اذا كان سعيد فاكر بقى ما بطلش كاميرا، لدرجه احنا ما عرفناش المشهد خلص ولا لا. احمد خلص والقاعه سقفت، مش برضو مش في التصوير، ما حدش متفق ان القاعه تسقف، لكن احمد قاله بشكل مش معقول. وبعدين بقى لقيت احمد في حاله يعني غير مصدقه، يعني الحقيقه ما احبش اقولها، يعني يمكن مره قلتها وكنت غلطان ان قلتها، بس يعني عمل مجهود خرافي غير طبيعي عشان يقول المشهد ده. وبعدين بص لي كده قال لي يلا بينا يا سيدي خلاص بقى انت جاي تاخدني، اديني عملت المشهد. كان بيصعب على الواحد ان يقول على الاصدقاء المقربين اللي كانوا بيونسوه بيعلموه وبياكلوه ويشربوه، مش فلوس، بياكلوني متعه ويشربوني فن جميل. ده كنت اشوف انت لو بتتفرج على فيلم وتقول الله على الحلاوه دي، انا كنت ببقى قاعد على الكرسي، قاعد على الكرسي جنب الكاميرا، وعشت حياتي كلها نفسي ابص في الكاميرا، لكن عشان خاطر الناس تفضل عامله لي الاحترام بتاعي عمري ما بصيت فيها. لا بصيت على محسن احمد، ولا بصيت على محسن نصر، ولا بصيت على رمسيس مرزوق، رمسيس مرزوق مدير التصوير طبعا، ولا على محمود عبد السميع وكانوا قاعدين جنبي، ولا محسن احمد، ولا بصيت على اي حد، عشان انا ماليش دعوه. بس لكن شفت ده، شفت الفنان ازاي بيستعد وازاي بيعمل. عشان كده ما حاجه دي يقول لي مثل ايه يا عم الحاج، ده تمثيل، ده عالم كبير. ولذلك ليه ناس كبار من حسن حظي طبعا ان انا عرفتهم.